بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من ملعب الأهلي. الحقيقة سعيد جدا 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 بتواجدي مع حضراتكم النهاردة من خلال قناة النادي الأهلي، البيت الكبير اللي دايما بيجمع. النهاردة بالنسبة لي حسيت بأول يوم، زي أول يوم دخلت فيه النادي الأهلي سنة 2004. الحقيقة كان بالنسبة لي اليوم ده من أهم وأحسن الأيام اللي أنا شفتها في حياتي. النهاردة برضو دخول واستقبال الكل ليا وأنا موجود معاكم مع حضراتكم النهاردة حاجة جميلة جدا جدا جدا. أهم حاجة عايز أتكلم فيها النهاردة، طبعا عندنا مباراة مهمة جدا هنتكلم عنها، وهنتكلم عن كل الأحداث اللي هتحصل في هذه المباراة أو ما قبل هذه المباراة، إيه اللي حصل والتأييد اللي حصل والحكام، هنتكلم عن كل شيء. ولكن دايما في النادي الأهلي تعلمنا شيء مهم جدا. أولا في حاجة اسمها عائلة النادي الأهلي. عائلة النادي الأهلي هي الأساس في كل شيء منذ قدوم مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي، وهو حط سلوجن كده أو حاجة بنتكلم فيها كلنا، وهي عائلة النادي الأهلي. كل الناس اللي كانت متواجدة هنا وكل النجوم اللي كانوا متواجدين هنا من أول الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن عبد الحميد حسن، الحقيقة أنا بشكرهم جدا 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 على مدار 4 أو 5 شهور السابقة كانوا واقفين بالفعل ضد أي حاجة بتحصل ضد النادي الأهلي. عشان كده إن شاء الله أنا هكمل الفترة اللي جاية من خلال وجودي هنا مع حضراتكم في قناة النادي الأهلي وفي ملعب النادي الأهلي. هنتكلم عن كل شيء، عندنا حاجات كتيرة هنتكلم فيها، وعندنا الفترة اللي جاية كلام مهم جدا جدا هنتكلم فيه. خليني بس الأول قبل ما أبدأ النهاردة كلامنا عن مباراة اليوم، وهي المباراة الأهم خلال هذه الفترة. هنروح